بابا فرحان بابا فرحان جانا تاني. اهلا يا ولاد. بابا فرحان جايب لك كايا علشاني. اهلا يا بنات. بابا فرحان بابا فرحان جانا تاني. بابا فرحان جايب لك كايا علشاني. اهلا اهلا يا اولاد. اهلا اهلا يا بنات. اهلا اهلا يا اولاد. اهلا اهلا يا بنات. بابا فرحان بابا فرحان جانا تاني. بابا فرحان جايب لك كايا علشاني. بابا فرحان بابا فرحان جانا تاني. بابا فرحان جايب لك كايا علشاني. انا شفت الحلاوة قدامي اكلتها حسبتها علشاني. لا لا ما يصير انه احد ياخد حاجة ما هي حقته، وكمان ما يصير انه يفرط في حاجة هي حقته. الشرير لازم له نهاية والخير علي دايما يسود، وادفعنا عنه أغلى غاية حب الوطن ماله حدود. بابا فرحان بابا فرحان جانا تاني. بابا فرحان جايب لك كايا علشاني. بابا فرحان بابا فرحان جانا تاني. بابا فرحان جايب لك كايا علشاني. أربع بيوت بس النظر في إصابات؟ لا لا الحمد لله ما بس المرة الجاية احتمال يصير يا منظم. إن شاء الله ما راح يكون في مرة جاية. يا أخوان يا أخوان أنا ماني عارف ليش العناد، ما تتفاهموا معاهم، وإذا لزم الأمر واحد فيهم يجلس معانا إيش المانع، خاصة إذا عملنا شره. أرجوك يا أنيس أنا ما أبغى أسمع منك الكلام هذا مرة ثانية. أيوه يا منظم بس إحنا ما يبغى نموت. ايش اللي غير كلامك عبد الباسط؟ انت ما كنت تبغى ننجم؟ صحيح ابغاه، صحيح ابغاه، لكن الموضوع اخطر ما تتصور، حرق بيوت وناس تموت. لا ان شاء الله بعد ما ينتهي بابا فرحان من تدريب الحرس كل الامور هذه ما تنتهي. ولما يجهزوا ايش راح يكون الوضع يا منظم؟ وكيف راح نواجه المخاطر اللي حيسببها رهيب وجماعته؟ راح نواجهها زي ما نواجه اي مخاطر، لازم نستحمل ونصبر. تفضل يا انيس، لو سمحت خذ الجماعه وتفضل. يلا يا جماعة يلا مشينا. ويليام نظم الآن ممكن نتكلم كلمتين، ايش تبغى تقول يا مرتب؟
انت ليش تبغى تقول منظم بعد اللي حصل؟ لسه برضه مصمم انك تواجه رهيب وجماعته؟ ايوه يا مرتب، ولو فضلت لحالي في الجزيره. يعني انت ناوي على موتنا؟ جزيرتك ما تستاهل انك تضحي علشانها يا مرتب. تستاهل يا منظم، بس تستاهل اني اضحي علشانها بفلوس مش ببني ادمين يا منظم. لو انت ضحيت بفلوس يا مرتب راح تظل طول عمرك ذليل وطول عمرك تسوي اللي يبغوه بس، لكن لو كلنا وقفنا يد واحده ممكن يروح مننا ناس، صحيح ممكن تموت ناس، لكن راح نظل طول عمرنا عايشين بعزه وكرامه، وفي فرق كبير بين الاثنين. انا معاك يا منظم، انا معاك، بس مش معنى كلامك يا منظم ان يكون في حل يقدر يساعد الناس انه يخرجوا من المشكله دي واقوم برضه اضحي بالناس بهذا الجزيره. منظم انا حاسس بيك يا مرتب صدقني، بس المشكله ان احنا ما نقدر نسوي هذا الشيء لانه راح يسبب لنا مشاكل كبيره، وان شاء الله لما موضوع الحرس حق بابا فرحان ينتهي راح تنحل كل المشاكل هذه. الظاهر انه الايام الجايه منظم راح يكون فيها الكثير، ولو كان فيها اكثر يا مرتب باذن الله راح نتحمل. جزيره لا مشكله تستاهل التضحيه. ممتازين ممتازين يا اولاد ممتازين. وده السطر الاول من الرساله حقتي يا منظم، ولسه باقي الرساله يا منظم. الا قول لي يا رهيب، انت حتحرق بيوت تاني ولا ايه؟ لا 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 لا، حكايه حرق البيوت دي صارت موضه قديمه، انا من هنا ورايح ابغى اجدد. يا حبيبي يا مجدد، انت تبغى تمشي على الموضه. كل اللي ابغى اسويه يا شباب اني اعمل حاجات بسيطه بالمره، بحيث انه يجهزوا حراس المنظم ما يلاقوا شيء يحرسوه. طال الزمان ولا دار، لازم اخذ بالثار. اسمحوا لي يا جماعه، بصراحه انا تعبت من الجزيره هذه، انا خلاص قلبي تعب، ماني قادر بصراحه يا جماعه اجلس اكثر من كده في الجزيره هذه. تعالي يا ام الخير، فين رايحه يا هبله؟ تعالي اجلسي بلاش هبل حقك. يا سلام يا سلام يا سلام يا جدو سرحان، مو عشان انت جدو تبقى تمشينا على كيفك يا جدو سرحان. لا يا جدو، انا ماني جالسه هنا الا انا البيت انحرق علي. ايوه يا جدو انا ماني مستغني عن روحي. ايوه يا جدو، وبعدين انا ما ادري انتوا ليش جالسين هنا، امشوا معايا وانا اوريكم طريق بيتنا. يا ام الخير ارحمينا شويه، واحنا عارفين نرجع وما رجعنا. اقول لك اعيد بلاش كلام فاضي حقك، بالله لو سمحت اتكلم كلام معقول ولا سوق فمك وما تتكلم. انا عارفه طريق البيت، تعال معايا انا اوصلك. يا ربي يا ربي يا ام الخير يا ام الخير ارحمينا، هذا مو وقت مزح. اقول لك يا سعيد لو سمحت، ايش انا بجدك انت لسه بذره صغيره قد كده، انا اكبر منك امزح معاك؟ انا بقول لك عارفه طريق البيت وتعال وانا اوريك هو. وبعدين معاك يا ام الخير، ما تبغي تسكت شويه؟ والطريق هذا اللي بتقولي عليه يا ام الخير من البحر ولا طريق تاني؟ ايش يا بابا فرحان بتقول؟ بحر؟ لا يا بابا فرحان الله يخليك لا تجيب لي سيرة البحر، انا اساسا صرت اتعب نفسيا من البحر يا بابا فرحان، ما انت عارف يا بابا فرحان انا بخاف من البحر. لا يا جدو انت وبابا، انا بقول لكم على الطريق اللي هو طريق بري. ايش الضحك؟ عشان انا اضحك معاكم عليك بتضحكوا. بنضحك لانك انت نكته يا ام الخير. كيف يعني انا نكته يا جدو؟ يا ام الخير يا ام الخير انت ما تفهمي، وبعدين معاك هتجننينا يا ام الخير، احنا في جزيره يعني البحر من جميع الجهات. اسكتي انت يا سموره، ما تفهم الكلام، قال لك البحر من جميع الجهات، ليه انا غبيه؟ ما افهم. لا يا سمورة انتوا امشوا معايا يا سمورة، وانا اقول لكم انه في طريق غير الطريق من البحر، يعني في خمسة جهات، انا عارف في طريق بري. سمورة. نعم يا جدو. خدي بالطيب ام الخير دخليها جوا علشان انا بديت ازهق.
لا لا يا جد، الله يخليك يا جد، الله يخليك يا جد. بصراحه انا بصراحه خلاص اعصابي ما صرت استعملها يا جد، انا خايف يا جد، بموت من الخوف. خلاص خلاص يا ام الخير، تعالي انا وانتي ندرس خطه الخروج من الجزيره عن طريق المد زي ما بتقولي، وبعدين نيجي تفاجئيهم وتقولي لهم. هي هيا يا ام الخير. شفتوا؟ عشان تصدقوا انه شوفوا سموره بتقول انه هتودينا بطريق البر، عشان تصدقوا بس. ايوه خلاص يلا يا ام الخير. يلا يا حبيبتي. والله ام الخير بصراحه معاها حق، الوضع في الجزيره بكده صار يخوف. يا ابويا لا يخوف ولا شيء، الحريقة هذه حادث زي أي حادث. فاكر من زمان لما المطبخ مرة اتحرق عندنا في البيت؟ إيوة 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 إيوة. فاكر لما سمورة نسيت الأكل في الفرن؟ بالضبط. يعني أي بيت معرض للخطر، بس نحن المهم ناخد بالنا. إيه بس يا بابا فرحان، انت متى رايح تبدأ في تدريب حراس الجزيرة؟ من بكرة إن شاء الله. على الأقل يا سعيد رايح يمنع حدوث مشاكل زي اللي حصلت اليوم. شكلهم غريب النظم، بيضربوا بيقاتلوا بينطوا، حتى انهم بيطيروا كمان. ايش مرتب يطيروا؟ ايوه يا حكيم، بابا فرحان علمهم كل شيء. الحراس لازم يكونوا كده، اجل كيف تبغاهم يكونوا حراس؟ ممتاز ممتاز يا بابا فرحان، انا وحكيم الجزيره حددنا النقط اللي راح يحرسوها الحراس، والمرتب راح يوزعهم ويوزع عليهم الادوار علشان تظل الجزيرة محمية طوال ال 24 ساعة. بلاش انا بنظم، خلي اي واحدة. خلاص طيب خلاص خلاص، انا راح اوزع، بس خلي اي احد يجي معايا. تعال معايا انت حكيم. لا 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 لا، انا يا حبيبي احسن اروح البيت انام وارتاح. هذول مرتب، هذول مرتب راح يكونوا جنود جزيرة لا مشكلة، وهذول اللي راح يطلعوا رهيب وجماعته من الجزيرة. شد حيلك مرتب. إن شاء الله بإذن الله. هذه هي البداية يا رهيب. للأسف يا رهيب، الحراس بدوا ينتشروا في الجزيرة. أيوه، كل هذا بسبب بابا فرحان جمع حراس الجزيرة ونازل فيهم تدريب قوي. أيوه، ورغم كل اللي سويناه فيهم إلا إنه ما أثر فيهم أبدا. خلاص انتهينا؟ قلت انتهينا؟ اخيرا قلت يا رهيب، هل يرجع كوكبنا؟ بس اسيب عمرك ولا اسيب الجزيره؟ اسمع انت، هو انا ما حسيب الجزيره دي لين اوصل واحقق كل اللي ابغاه. بس هذا صعب يا رهيب، الحين احنا ما احنا قادرين ننزل الجزيره ونعرف ايش اللي فيها، وبعدين ما احنا قادرين ننفذ اي خطه ثانيه. انا فاهم يا بني ادم، من هنا ورايح راح نعتمد على مصدرنا اللي هناك. قصدك؟ ايوه هو. بس هذا خطر يا رهيب، واحنا ما جربناه قبل كده. احنا ما جربناه قبل كده عشان ما كنا محتاجينه، لكن من هنا ورايح احنا محتاجينه. اسمع يا رهيب، انت راح تتعامل معاه عن طريق الحمام الزاجل زي ما كنتوا متفقين معاه قبل كده في المغاره المهجوره.
وخليه يرد عليك بنفس الطريقة. حاضر يا رهيب. خليه يبلغك يا نهيب بكل شيء يحصل في الجزيرة، وخليه كمان يقول لك على تغيير مواعيد ورديات الحرس. أمرك. يلا يا رهيب. ولسه يا منظم، كل شيء تطلبه له حل عندي، راح نشوف يا أنا يا أنت. تفتكر موضوع الحراس هذا يجيب نتيجة؟ ما أنا عارف، بس بابا فرحان بيقول إنه حيجيب نتيجة كويسة، خصوصاً إنه ما حيعطي فرصة لأحد من جماعة رهيب عشان يدخلوا الجزيرة. أنا يا جماعة صرت أثق في كلام بابا فرحان جداً. الكلام هذا المفروض يكون من زمان يا أنيس. يا سلام، وليه ما اقترح قبل كده موضوع الحراسة؟ إحنا كان لازم نسوي أي حاجة علشان نطرد رهيب وجماعته، لكن إيش الحاجة هذه؟ ما كنت عارف، لكن عمري ما فكرت إني أتنازل عن المنجمة والأرض علشان أتخلص منهم. وأبغى أفهم كمان، إيه حكاية الحراس اللي طول الليل في المركب في وسط البحر؟ إيه؟ يبغوا يراقبوا السمك؟ سؤال غريب يا مسعود، أنت ناسي إنه إحنا جزيرة؟ يعني حدودنا كلها بحر، والغريب ما راح يدخل غير من البحر. يعني تعتقد رهيب وجماعته دخلوا من البحر ولا موجودين في الجزيرة؟ لا يا عبد الباسط، أعتقد إنهم في الجزيرة. ليه بتقول كده؟ لأنه صعب يكون جالس في البحر طول الوقت، وما أعتقد إنه جالس في جزيرة قريبة لأنه ما في جزر قريبة، وغير كده المعلومات اللي بتوصل له بسرعة، معنى كده إنه موجود معانا في الجزيرة. أنا مو محيرني إلا الطبيب اللي ما ظهر إلى الآن. لو كان رهيب هو اللي أخده، إيش بغابه؟ مسكين، الله يكون في عونه. ودود ها، في شيء؟ إيش بك يا ودود؟ شكلك كده تعبان. إيوه صحيح، أنا تعبان، أبغى أروح أرتاح. يلا يا جماعة تصبحوا على خير. وأنت من أهل إيش بودود يا أنيس؟ والله ما أدري، اليوم كان في العمل طبيعي. يعني ما أنت عارف المرض وتأثيره على أهل الجزيرة؟ هي رجعت المشاكل لولده تاني؟ أكيد، زي ما رجعت لولدي واللي لسه بيحلم الأحلام المخيفة، لكن هذا بسبب زوجتي الله يسامحها، واللي كانت تحصل بيني وبينها الخلافات، وكانت بتحصل باستمرار قدام الولد، لكن أعمل إيه؟ ما أقدر أسيطر على تصرفاتي. لازم تحاول يا عبد الباسط، على الأقل عشان ولدك مرزوق. أيوة صحيح، أملنا في التحاليل، إن شاء الله تقدر تتوصل لعلاج لدى المرض. مظبوط، إن شاء الله. الأهم يا جماعة إنه نقضي على اللي تسبب في المرض. يا منزل، الحرس اللي كانوا عصابة ليكوا الطبيب. شفت يا مرتب، ما قلت لك إنه الحرس هدول راح يكون لهم فوائد كثيرة؟ أيوة، بس الطبيب فين كان طول المدة هذه؟ وهو فين دحين؟ للأسف لقيناه ميت. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قتلوها المجرمين، خطفوه في البداية علشان يقنعوا أهل الجزيرة إنه إنسان خاين، ولما خافوا إنه يفضحهم قتلوه. يعني يا منظم، لولا إنك أنت خبيتني عندك في البيت كانوا قتلوني. أكيد. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. لا 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 يا منظم، لا لا، الحكاية كده قلبت جد، والحكاية فيها موت يا منظم. لا تخاف يا مرتب، بعد وجود الحرس وانتشارهم في الجزيرة ما في أحد منهم راح يقدر يجي هنا. لا تقول لي حرس وما حرس، الحرس دول لازم يقبضوا عليهم علشان اطمن وارتاح انهم ما يضروني ولا يضروا اي احد من اهل الجزيره. هو احنا يعني عارفين مكانهم وسايبينهم يا مرتب؟ وهي الجزيره قديش علشان ما تعرف مكانهم؟ ولا رهيب هذا لا ينشاف ولا يتمسك؟ ايوه مرتب، بس انت عارف يعني انه الحرس محتاجين وقت. لا تقول لي وقت يا منظم، لا تقول لي وقت، انت نفسك يا منظم بتكره الكلمه دي لانك عارفها انها مو صالحنا. اسمع يا منظم، انت لازم تحط حد للموضوع ده وما تسيبه بشكل مفتوح.
اسمع منظم، الحرس الجدد حقون الجزيرة إذا ما قبضوا على رهيب وجماعته في خلال 3 أيام أنا راح أنزل في وسط الجزيرة وأعلن على الناس كلهم إنهم يسيبوا منجم الألماس، فاهم يا منظم؟ إنهم يتنازلوا عن منجم الألماس، فاهم؟ ايش بك يا عبد الباسط؟ هتفضل طول النهار كده على الشط ولا ايه؟ سمعت ايش حصل للطبيب يا مسعود؟ الله يرحمه. الله يرحمنا كلنا، الله يرحمنا كلنا. الحكايه صارت تقلق يا مسعود، صارت تقلق. رهيب وجماعته ترى ممكن يقتلوا. شوف يا عبد الباسط، الناس هذول اشرار وممكن يعملوا اي حاجه. طيب وبعدين؟ هنقعد كده حدين؟ هنقعد في بيوتنا خايفين؟ ترى ممكن يجونا واحد ورا واحد. عبد الباص اهدى شويه. يعني ايه اهدى يا مسعود؟ يعني ايه اهدى؟ انا ما ابغى اموت، ما ابغى اموت. صدقني يا عبد الباص هم ما حيقدروا يعملوا لنا حاجه طول ما الحرس معانا. حرس ايه؟ رهيب وجماعته ممكن يقتلوا الحرس كلهم واحد ورا واحد وتصير الجزيره لوحدها. بعد كده حينتقموا مننا واحد ورا واحد. ايش بك يا عبد الباسط؟ اهدى اهدى وخلينا نشوف شغلنا. انا ما ابغى اشتغل، ما ابغى اشتغل. واشتغل لمين؟ اجيب صيد لمين؟ للناس اللي ما حتلحق تاكل ولا ما تاكل. استعيذ بالله يا راجل وخلينا نروح نشوف شغلنا. لا لا، المنجم لازم يدور رهيب، لازم يدور رهيب. أنا ما أبغى أموت، أنا يا مسعود ما أبغى أموت. أنا هروح للمنظم وأقول له إنه لازم يعطي المنجم لرهيب. أيوه لازم يعطي المنجم لرهيب. أنا ما أبغاه، ما أبغاه، ما أبغاه. عبد الباسط، عبد الباسط، ما أبغى أي شيء يعدي عليهم. أي شيء يشكوا فيه لازم يبلغوك أنت على طول، واضح ولا لا؟ واضح سيدي المنظم. وكمان بلغهم إنه في مكافأة خاصة للي يقبض على رهيب أو أي أحد من جماعته. أمرك سيد المنظم. يا منظم، يا منظم، يا منظم، رهيب لازم ياخذ المنجم. ايش بك يا عبد الباسط؟ رهيب لازم ياخذ المنجم. ايش اللي بتقوله ده يا عبد الباسط؟ معلش يا منظم، عبد الباسط تعبان شويه وانا حاخذ اروح معايا البيت. انا ماني تعبان، انا صاحي وما ابغى اموت. وبصراحه رهيب لازم ياخذ المنجم. عبد الباسط لو كنت تعبان شويه روح البيت ارتاح. انا ماني تعبان وما ابغى اموت، ما ابغى اموت زي الطبيب. بس المسألة ما هي محتاجة كل الخوف هذا يا عبد الباسط. نعم، كيف ما هي مستاهلة؟ أقول لك أنا ما أبغى أموت، ما أبغى أموت، تقول لي ما هي مستاهلة؟ هذا موت، في أكثر من الموت، أعتقد ما في أكثر من الموت. إذا كان يبغوا المنجم ياخذوه، بس ما نبغى نموت، ما نبغى نموت. اسمع، ما أبغى أي كلام في الموضوع هذا مرة ثانية، أنت فاهم ولا لا؟ لو تكلمت فيه أنا اللي راح أموتك، مو رهيب يا منظم. اسمع تتاني، أنا المسؤول هنا عن الجزيرة، والمنجم ما راح أديه لأحد. لو رهيب قتل كل يوم واحد من ابناء الجزيره ما راح اديله حبه رمل واحده، فاهم ولا لا؟ انت مريض، اكيد مريض، والمرض اللي اكلته في النباتات اثر عليك وما خلاك فاهم اي شيء. يمكن، لكن ما راح اتنازل عن الكلام اللي انا بقوله، حتى لو ده كلف الناس اللي في الجزيره حياتهم. وانا ما راح اسكت، ما راح اسكت، راح اقول لكل الناس، اقول لهم انه المنظم خايف، خايف، خايف ينهزم قدام رهيب. وبصراحه انت فاكر نفسك مين؟ انت اكيد اتجنن. عبد الباسط، يا حارس خذ عبد الباسط ودخل الغرفه اللي جوا وقفه عليه. غرفه ايه اللي ادخلها؟ غرفه ايه؟ السجن. سجن؟ ايوه السجن. افهمني بس يا مرتب، أنا ما كنت أقدر أخرج عبد الباسط من البيت. عبد الباسط لو خرج من البيت وراح للجزيرة كان راح يسوي بلبلة. تقوم تسجنه يا منظم، تسجنه يا منظم. إحنا في جزيرتنا يصير فيها سجن؟ جزيرة لا مشكلة منظم يصير فيها سجن؟ ومين؟ لا لا جزيرة. أسمع يا منظم، لما كنت تبغى تسوي سجن ما تسويه على كيفك يا أخي، كان المفروض إنك تكلمني وتستشيرني وتقول لي عشان انا افتح الكتب حق جدودي واشوف اذا كان القانون يسمح بوجود سجن ولا لا. يا حكيم، القانون لما وضع زمان الجزيره كانت من غير مشاكل. معليش، كان برضو المفروض اننا نجتمع وندرس ونتباحث
ونتناقش ونشوف أهمية وجود سجن في الجزيرة من عدمه. لسه كنا راح نجتمع وندرس ونتباحث، يكون عبد الباسط خرج للجزيرة ورهيب لقى له ثغرة يخش لنا منها. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا 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 يا منظم، لا لا، فين حكمتك المعهودة يا منظم؟ أنت سرعت القرار يا مرتب. بقول لك عبد الباسط كان زي المجنون. سيد المنظم، سيد المنظم. ايش في حارس؟ في اثنين من الحراس لقوا حمام من النوع الزاجي اللي بينقل الرسائل يدخل المغاره المهجوره. ايش؟ طب روح انت. اكيد اكيد الرساله هذه من كوكب الشر الرهيب. اكيد منظم، اكيد، لانه ما في احد من اهل الجزيره بتجيب الرسائل. تعال معي مرتب. يلا يا منظم يا مرتب. استنوا يا جماعه، استنوا، احنا ما خلصنا موضوع السجن. الميعاد بكره بكره يا اولاد نتلاقى في نفس الميعاد. بابا فرحان، بابا فرحان، جانا تاني بابا فرحان، جايب لك يا علشاني. بابا فرحان، بابا فرحان، جانا تاني بابا فرحان، جايب لك يا علشاني. بابا فرحان، بابا فرحان، جانا تاني بابا فرحان، جايب لك يا علشاني.